مشاهدينا الأكارم، من يريد أن يعرف جماعة المؤمنين وسمات جماعة المؤمنين فليأتي إلى هذا المكان، إلى الجلسة السنوية العالمية، حيث نشاهد الوحدة من جميع الأمم، من جميع الشعوب، من جميع الجنسيات، من جميع الألوان، على قلب رجل واحد. هذه الأيام الثلاث التي تسودها المحبة والألفة والمودة والسلام والأمن، هذه هي صفات جماعة المؤمنين التي حدثنا الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن الكريم: سيجعل لهم الرحمن ودا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تماما كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الجسد المسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه الأيام المباركة التي نقوم بها بالدعاء وللإنسانية ولجميع البشر ولجميع الشعوب وللأمة الإسلامية، حتى ترفرف راية محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خفاقة على الأرض، كل الأرض إن شاء الله العزيز. मैं कशोताजा करे फिर सुन्नते बादा चलो।